دكتورة نادية اسكندر زخاري، أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بالمعهد القومي الأورام جامعة القاهرة ووزير البحث العلمي سابقا. بدأت السلم الوظيفي سنة 1975 كمعيدة، ثم مدرس مساعد، ثم مدرس، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ، ثم أستاذ متفرغ في الوقت الحالي. سابقا أنا كنت وزيرة البحث العلمي من ديسمبر 2011 لحد يوليو 2013. أنا في كذا لجنة أنا فيها، ومن خلال هذه اللجان بقدر أقوم بدور يفيد المجتمع. أنا عضو في المجلس القومي للمرأة، وده بيكون بتعيين من فخامة الرئيس، وفي نفس الوقت مقررة لجنة البحث العلمي في المجلس القومي للمرأة. عضو البورد اوف تراستيز او مجلس الامناء في الجامعة البريطانية في مصر، عضو في المجمع العلمي، عضو في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة القاهرة، عضو في مجلس اكاديمية البحث العلمي، مجلس ادارة اكاديمية البحث العلمي، وأيضا في مجلس سياسات وضع التعليم والبحث العلمي، في كذا لجنة أخرى برضو. أنا بمثل مصر وأفريقيا في حاجة اسمها International Science Council في مجال Freedom and Responsibility of Scientific Research. في ثلاثة من أفريقيا في هذا المجلس، اثنين من جنوب أفريقيا وأنا من مصر، فده طبعا بيضع مسؤولية كبيرة ان انا بكون ممثلة لمصر وافريقيا في هذا المجال. في لجان اخرى الحقيقة زي المجلس الاعلى للثقافة برضو انا عضوة فيه، المجمع العلمي، وبعض اللجان الاخرى اللي زي ما قلت بتساهم وبتساعدني ان انا اقدر افيد المجتمع بما مريت فيه من تعليم وتعلم وثقافة علمية في مجال الأورام السرطانية نمرة واحد وفي مجالات أخرى. من ضمن المحطات اللي ادتني خبرة برضو كويسة ان انا كنت أستاذ زائر في جامعة نيويورك في أمريكا، دي ادتني خبرة كويسة. المحطات التانية في حياتي طبعا مسيرتي في الأبحاث في المعهد القومي الأورام، جامعة القاهرة. الحاجة الثالثة وضعي كوزيرة، ده اداني فرصة لان انا اتعرف اكتر على مجال البحث العلمي في جميع المجالات مش بس في مجال الاورام. استطعت ان انا اعمل انشطة موجهة لمجتمع البحث العلمي، من مشاريع بحثية، من المعامل، انشاء معامل جديدة، انشاء وحدات تميز، رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. من ضمن الحاجات اللي بعتز بيها برضو الدور بتاع تطبيق البحث العلمي، فكان مهم قوي أنه أنا في الوزارة أخلي فيه تكنولوجيا مصرية بنستفيد بيها. التكنولوجيا المصرية دي تخليني أصدر إلى الخارج، مش بس نستورد تكنولوجيات من الخارج. ده كان عن طريق عمل معارض للبحث العلمي، ومعارض معناها ان انا بتكلم على بروتوتايبس او النماذج الاولية اللي ممكن ان تطبق، لان مهم قوي ان انا اطبق البحث العلمي مش بس انشر ابحاث في المجلات العلمية. طبعا وان كنت وانا وزيرة كان لازم اكون مهتمة بجميع المجالات في البحث العلمي واحطهم الاهم فالمهم، الا ان الانترست الخاص بتاعي انا هو مجال الكيمياء الحيوية الطبية في مجال الاورام السرطانية. ومهم قوي ان احنا نعرف ما هو احدث ما وصلت اليه الابحاث في الاورام السرطانية، خاصة دور البيوتكنولوجي في الاورام السرطانية، دور الستام سيلز في الاورام السرطانية، دور العلاجات الموجهة للاورام السرطانية. فهو ده المجال الاكبر اللي انا بشتغل بيه فعلا، سواء بعمل ابحاث او بشرف على رسائل في هذا المجال. طبعا انا سعيدة جدا ان الشباب عاملين مؤتمر للبيوتكنولوجي، وعايزة احيي كل الشباب القائمين على هذا المؤتمر، لان هما بيحضروا له من سنة فاتت، ما استنوش لاخر وقت،
في اهتمام شديد جدا بكل كبيرة وصغيرة تخص هذا المؤتمر. الجزء بتاع البيوتكنولوجي in the field of cancer مهم جدا، لأن الأورام السرطانية هي غالبا ما بتكون خلل في الجينات اللي موجودة في جسم الإنسان. المحاضرة بتاعتي هتكون متعلقة بدور الـ application of molecular biology in cancer، إزاي نقدر نطبق الهندسة البيولوجيا الجزيئية في مجال الأورام السرطانية. إيه فايدة إن أنا أقيس جينات معينة أو أشوف تركيبة جينات معينة وما حدث بها من طفرات وأربطها؟ هل ينفع إن هذا التغيير يكون نوع من الـ early diagnosis for cancer أو الاكتشاف المبكر للأورام؟ أحب أنصح الشباب والباحثين عموما، سواء شباب أو كبار، إن لازم أكون ملمة دايما بالموضوع قبل ما أبتدي أعمل فيه بحث، بمعنى إن أنا بقرأ كويس جدا. إذا كنت عايزة بحثي يتطبق بنزل لسوق العمل، بنزل للمكان اللي هيستفيد من البحث، أشوف المشكلة اللي عنده وبعدين أخش معملي أفكر أحل المشكلة دي إزاي. وده هو السبيل الوحيد إن الأبحاث العلمية تتطبق، لكن إن أنا أقعد أقرأ وأتخيل مشكلة وأحل هذه المشكلة دون ما تكون هذه المشكلة مفيدة للمجتمع، فده مش هيؤدي إلى تطبيق البحث العلمي. أحب كمان أقول إن أي خطة أنا حطيتها ولقيت إن أنا ماشية في الطريق الخطأ، دي مش مشكلة خالص، وأي نتيجة فشلة ما بعتبرهاش فشل. دايما بنقول a negative result is a result، بمعنى إن أنا لو وصلت إلى طريق مسدود في فكرة عندي، ده بيديني فرصة إن أنا أشوف طريق تاني يحل المشكلة. ده مش معناه فشل، بل بالعكس هو معناه إن الفكرة اللي أنا فكرت فيها مش هي دي السليمة، فبحاول أفكر في فكرة تانية تحل المشكلة العلمية اللي أنا بفكر فيها. الأمانة العلمية مهمة جدا. أقرأ الأبحاث بتاعت اللي قبلي عملوا إيه، لكن ما نقلش نتائجهم وأقول إن أنا اللي عملتها، لأن دي عدم أمانة علمية. والتسرع في إن أنا أطلع نتيجة من غير ما أعمل التجارب الكافية، ده ليس بحث علمي. لازم أكون متأنية جدا وأعيد وأزيد في النتائج علشان أطلع بنتيجة فعلا تكون سليمة وأقدر أطبقها. وإن شاء الله أنا متشوقة جدا إن أنا أقابلكم في المؤتمر ونتكلم مع بعض على البايوتكنولوجي ودور البايوتكنولوجي في الأورام السرطانية. شكرا.